السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. أعتذر عن هذا الوقت الطويل في عدم تنزيل فيديو، ممكن أسبوع وشوي، وأيضا تسجيل صوتي. فاليوم رجعنا لكم بسلسلة كنت قد شاركتكم إياها في المنتدى، أو فكرتها يعني في المنتدى. حكيت لكم شو رأيكم إنه إحنا نبدأ بتحجيب فتيات الأنمي، وبدأنا بسلسلة وأنتم أعطيتموني بعض الأسماء، يعني الحمد لله، ووضعت هذه الأسماء في قائمة. طبعا بدأت في الأفضل أو في الأكثر عفوا أصواتا، خلينا نقول، وبدأنا بميكاسا. طبعا هنالك شخصيات لم تتكرر ولكن أحببت أن أضيفها في القائمة، يعني سنرى فيما بعد ماذا قد نختار في هذه السلسلة. ممكن أيضا أن تقترحوا تحت هذه الفيديوهات أيضا أسماء معينة، يعني حابين إنه إحنا نحطها في السلسلة هاي، إن شاء الله راح تكون مستمرة. فبدأنا بميكاسا من أنمي هجوم العمالقة، وراح نحجبها. نشرت ستوري وقتها لما هيك بدأت ألون فيها، وقلت لي إنه ليش ميكاسا لون عيونها زرقاء، المفروض تكون لون عيونها سوداء. صراحة أنا بشوف إنه لون عيونها مش سوداء وإنما رصاصية على زرق، بعرفش صراحة ليش، بس أنا هيك بشوف. وبالأنمي يعني أنتوا بالتالي يعني مش شرط إنكم تتحددوا بحذافير الأنمي، يعني عادي إنكم تحطوا فيه كثير يعني أسلوبكم. أنا طبعا هون حطيت أسلوب البحت، ويعني عادي لو إنكم غيرتوا بعض الشغلات، بس المهم تكوني مبينة شوي إنها على الأقل ميكاسا يعني. طبعا أنا حتى وقتها بدون ما أقولكم إنه مين هاي، بدون ما أقولكم مين يعني هي الشخصية، ما كتبت ميكاسا، ولكن لما سألت من هذه يعني مين هاي، فكثير كتبوا ميكاسا، ولكن في أشخاص قالوا بس إنه ميكاسا عيونها مش هيك لونها، بس عادي. برضو في أشخاص قالوا ليش ما أنتي عملتي لون الشال يكون أحمر، بس أنا عملت الوشاح لونه أحمر، والشال عملته أخضر على أساس إنه في أيضا عفوا وشاح لفحة، حم كلها لفحة هي الحمراء، في وشاح اللي هي بتلبسه أو بلبسوه، أتوقع القادة إيش من هالنوع، والله ما عارفة. المهم في الفيلق بيكون لونه أخضر، يبكي لابسه أكثر الوقت ليفاي، ف حطيت اللون الشال أخضر، بس مش عارفة إذا عملته بالتالي أخضر غامق أو لأ، بس المهم. وبالتالي لبستها ملابس يعني ملابس هجوم العمالقة العادية، وبالألوان هذه. في البداية بدأت بالرسم أو تخطيط بقلم فابر كاستل، زي ما عودتكم دايما بحب إني مثلا إذا ما رسمت بالرصاص أرسم مباشرة بقلم خشبي من فابر كاستل، لأنه جاف وهيك بيعطي طابع جميل وأفضل من لو إني بديت ببريزما، لأنه ما يعني بريزما بيكون شمعي، فممكن يلزق أكثر على الورقة لو إني بدي أمحى. وبالتالي لونت بفابر وببريزما، بس إني ما بتوقع إني دمجت مزبوط، يعني خليت شوية فراغات لأنه كنت ماخذ وقت كثير في التصوير، وزي وكأني بدي أعطي الفكرة على السريع. بس أتمنى أنكم تستمتعوا بهذا الفيديو، أو أرجو أن تستمتعوا بهذا الفيديو وتستفيدوا منه أيضا. ما بتوقع أني سرعته كثير، يعني مش شايف أنه هو سريع جدا جدا جدا. ممكن تكون الإضاءة قوية نوعا ما، خصوصا على الألوان، فممكن حتى تغير من جودة الألوان شوي. أضفت شوية إضاءة يعني فوق التصوير العادي، برضو أضفت من البرنامج المونتاج، لأنه للأسف مش عارفة ليش، بس الكاميرا لما أنا أخليها لتحت إنها تصور يعني رسومات، حتى ولو حطيت أي إضاءات عندي إلا يظل في عتم أو ظلام شوي، وبالمرة بالمرة بالمرة مش مريح للمشاهد اللي قاعد بيشوف الفيديو، على عكس التصوير مثلا في آيفون أو آيباد بيكون الضي أو الضوء جدا ممتاز، حتى ولو ما حطيت أضواء، بس بالكاميرا هاي بعرفش ليش بتعتم، ممكن لأنه العدسة بتعطي تعتيم أو إيش من هالنوع. بس لما إني أصور مثلا في أشياء أخرى، مثلا أصور ناس أو إني أصور مثلا طبيعة أو كذا، بيكون التصوير جدا رائع، حتى ولو ما حطيت إضاءة. فهي ممكن لأنه أنا نزلتها لتحت وممكن في ظلال وهذه الأشياء، فبيعمل ظل للأسف أو عتم شوي، فبضطر من خلال برنامج المونتاج إني أزيد الإضاءة، لكن
حاليا في عندي إضاءة مختلفة، بعرفش إذا ممكن تعمل فرق، بس رح نشوف إن شاء الله. إن شاء الله خير. حاليا أنا أقوم بالعمل على فيديو اسألني، طبعا أخذت الأسئلة من فيديو اسألني تبع قبل سنة، هذا سويته على أساس للـ100,000، ولكن لحد هسه ما عملته. كنت بدي أحضر لشغلات معينة، إنه مثلا سوي أنيميشن، هذه الأشياء بعرفش إذا راح أسويها، ممكن بس إني حابة إني أضفي شغلة هيك إضافية حلوة، ممكن إني أسوي رسومات معينة، مش شرط أنيميشن يعني، بس رسومات اللي هي حتى شوي هيك فيها تحرك نتفي، بعرفش صراحة إذا راح أسوي أو لا، بس إني إن شاء الله إني راح أسويها، لأني حابة إني أسوي هذا الإشي. فبس طلع شوي طويل، كنت أتوقع إنه يطلع ساعة، لأني صورت ساعة وإشي، أو حكيت عملت ساعة وإشي، بس إنه قصقصت كتير شغلات، فطلع كأنه 34 دقيقة. فبدي أسألكم أنتوا اللي وصلتوا لهذه النقطة من الفيديو، حابين إني أخلي الفيديو 34 دقيقة اللي هو فيديو اسألني، واللي أقسمه لقسمين مثلا 15 دقيقة 17 دقيقة، أو يعني whatever، المهم إيش هو بيطلع يعني. فأنتوا إيش شو حابين، يعني يكون طويل ولا يكون مقسم إلى جزئين؟ وهيك ممكن يكون لما يكون مثلا مقسم إلى جزئين يعني بنزل الجزء الأول أكيد أسرع، وبرضو لأنه يعني بكون تعبانة على نص الفيديو، وإني بطلع محتوى معين في على نص الفيديو، والنص الآخر بسوي لقدام. الآن تذكرت في الرسمة هاي استخدمت، هسه ذكرت عن جد، استخدمت الفيزالين في دمج الألوان. صراحة عمل فرق جدا رائع، ولكن طبعا لا، خلينا نحكي شوية هسه عن دمج الألوان. ذكرت هسه لأنه قاعدة بقول إنه كديش لما قلت لكم في البداية إنه أنا ما حسيت إني أنا دمجت ألوان، بس هسه لما قاعدة بشوف وأنا قاعدة بسوي المونتاج انه انا استخدمت فيزالين، فهو فعليا دمج بالفيزالين. فممكن بعرفش اني اسوي فيديو عن اشياء ادوات متوفرة عنا في البيت اللي هي بتخلينا ندمج فيها الوان، ولكن هذه الطريقة راح تعطيكم ايجابيات وسلبيات. في البداية الايجابية انها فعليا تدمج من اللون اللي انتو حطتوه. طبعا انا هون استخدمت فقط فابر كاستل، لانه الفابر كاستل هو جاف، فبيخلي الالوان مع الفيزالين تندمج. السلبية اللي شفتها الوحيدة، خليني أقول الوحيدة فعليا الوحيدة، إنه بنشف بشكل بطيء جدا، يعني اضطريت إني أخليها تقريبا أسبوع كامل وهي مكشوفة، ومع ذلك ما نشفت صراحة، فاضطريت إني أحط فوقيها ورقة وسكرت الدفتر عليها. حاليا في بعده، على فكرة بعده ما زال الفيزالين متواجد، ولكن بشكل جدا ضئيل، لأنه امتصت الورقة الأويل أو الزيت تبع الفيزالين، لأنه زيتي طبعا بتعرفوا الفيزالين. بس صراحة بيعطي جمال للرسمة، إنه انتو تبقوا تعبرين مثلا من التلوين، أو انكم تكونش تدمجوا مثلا في اللون الأبيض أو كذا، أو أي بألوان أو أي ألوان مختلفة، بس انه راح يعطي جمالية جدا حلوة للون. حتى انه ممكن فيه لون هو يعني هو مش شفاف تماما، ممكن ولا والله ما عارفة، مش عارفة صراحة، بس هو صراحة عجبتني النتيجة تبعته، استخدمتها على كل الرسمي. بصراحة هسه قاعدة بشوف بالمونتاج، قاعدة بتراجع الكلام اللي قلته في البداية انه ما في دمج مزبوط، بس فعليا في دمج مزبوط. صح في شوية فراغات يعني لا يخلو ذلك، بس اني تعباني شوي على الرسم هاي. بلا تعرفوا انا زمان 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 رسمتها، يعني زمان زمان، بعرفش اذا انا راح احط توقيع مع التاريخ لما اخلص الرسمي، بس اني زمان سويتها، في كثير كثير فيديوهات مخلصتها ومسويتها وكل شيء، بس ضايلني اسجل صوت. ان شاء الله في هذه الفترة راح انزلها كلياتها باذن الله، لانه فعليا شوي هيك سحبت على القناة، شوي تكسلت، يعني اكيد تقصير مني، ما راح اعطي اعذار وعش ايش ودراسي وما داري ايش، بس انه فعليا قاعدة بيعطي حالي شوي استراحة، لكني لازم اني ارجع شوي بقوة، ولازم اني يعني ارد بعض من جميلكم، لانكم انتو دايما تدعموني ودايما تقدموا لي نصائح، كلمة تشجيعية، دعم، وحتى تشتاقوا لي، يعني دايما
تقولوا الأبرار وين هالغيبي، أبرار وين هالغيبي، فأنا بحس إنه واو في أشخاص بيستنوا فيه، في أشخاص بدهم إشي مني، فليش أنا لحديت هسه لأي درجة إني قاعدة بتكاسل، فبستحي شوي على حالي. فالحمد لله أنكم موجودين، شكرا جزيلا لوجودكم ودعمكم، صراحة هذا بيعطيني دايما طاقة، حتى ولو مش شرط بالقناة نفسها، وإنما في حياتي اليومية الأخرى. فشكرا جزيلا لكم، أتمنى أنكم تستمتعوا في المقطع. راح أترككم إلى هنا شوي، ممكن هو يكون 15 دقيقة شوي طويل، ولكن هذا عشان ما يتسرع بزيادة، وعشان اللي حاب إنه يشوف بعض الخطوات اللي أنا بسويها إنه يستفيد منها. بس حابة أقول كلمة أخيرة إنه ما حبرت بتحبير بحبر معين، كله بالألوان، وبالأخير اللمعة راح يكون من نسيت الاسم القلم، بيسكو إشي من هالنوع، اللي هو قلم أكريليكي فيه أبيض يعني لمعة. كنت أستخدم أنا بس يعني قلم لمعة عادي جيلي رول وهذه الأشياء، بس إنه جربت إني أستخدم هذا القلم، لأنه بالمكتب اللي أنا دايما أشتري منها ووصيتهم على قلم تايبكس أو مزيل الحبر، كنت حابة إني أحط لمعات بمزيل الحبر زي ما كنت أسوي زمان، بس ما كان عندهم، يعني استغربت صراحة، بس قالوا لي إنه في هذا الكلام وجدا حلو وعجبني، وإن شاء الله راح أستمر في استخدامه. بس حابة إني أرجع للطريقة القديمة، اللي هي إني أستخدم مزيل الحبر في إضافة اللمعة، لأنه جدا 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 حلو. بس برضو هذولا مش بطلات، يعني مش بطلات. وبس أشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله، مع السلامة. لما الأرض والسماء تتلون بالدماء وتراق الأرواح بهواء، وحشي قاتم وظلام دائم وجمال دوما يحييني، بالعزم سنرعى أحلاما لا ترضى، بآمال تبنى على صوت الحروف، تشرق الشمس غدا فنور الحق بدا، وما مضى من أسى سوف يبقى، سوف يبقى أبدا. فنعبر يا أزهارنا وانشر عطر جزالي، وارقد بين أحلامنا لنراها فجرا دامي. من اليأس يرى ثماني، كاللسيد كالغزير سلبت مني الأغلال. وارقد بين أحلامنا لنراها فجرا دامي.